أنا لاسينا المحرر وفايز طلعت من السجن تجوزت وجبت برا وحصل ما شفتش من الدنيا إلا برا وحصل راس مال هدول هي فتحت الردم هذا بط براء هذا لعبه ما شفتش شي حلو في هالدنيا والله ما شفت شي حلو بناشد الرئيس بناشد الدفاع المدني بناشد كل الدنيا تعالوا طلعوا اولادي تحت الردم برضه ناري خلينا نشوفهم يا عايشين يا ميتين اذا ميتين بتدفنهم واذا عايشين الحقوهم الحقوهم طلعوهم حسن محلال وتشوفوه حسن ابيض وجهه مدور حسن حنون علي حسن حسن زلد في الدنيا حسن هيدي طللي من منهم هاي طللي من ولادي رجعوني ولادي بس مكفوا العرب ان شاء الله